مرحبا يا محمد امين. اهلا وسهلا، مرحبا. شو احوالك؟ سافا؟ امورك يعني؟ الحمد لله. دونك حكينا في اول الاسبوع، نحكيو شويه على الارقام والاحصائيات، ويعطيك الصحه، عطيتنا برشا ارقام بالنسبه للالعاب الالكترونيه اللي قاعده عامله البوز كما نقولوا احنا، عامله دونك اليوم ارقام كبيره في العالم. حكينا زاد شويه على جو فيديو اللي خذتهم نتفليكس، وهي السابقه بالنسبه للالعاب الالكترونيه. دونك اليوم شو باش نحكيو؟ اليوم باش نحكيو على كالعاده جديد الجيمين كما عودناكم، شوية معلومات شوية أخبار، معناتها نقولوا أخبار جديدة كما الناس الكل، خاصة الناس اللي تلعب معناتها في البي سي ولا في الكونسول. تقريبا نحكيه على أخبار حكينا عليه قبل وديجا توا كونفيرمي، دونك لازمنا نقول لكم عليه، اللي هي حكيت الفيفا. كان يسكروا مستمعينا الكرام، حكينا على الفيفا اللي صارت مشكلة بين هي أو شركة أخرى وبشي يبدو يمكن الاسم نتاعها، لكن وقتها ما كانتش كونفيرمي الحكاية 100%. لكن توا الفيفا تم مشاركتها مع الاي، وبالتالي يتبدل اسم اللعبه نتاعها لاي سبورت اف سي، يعني ملي كانت اسمها فيفا صحيح معناتها سي كونفيرمي، اللي الفيفا ما عادش معناتها بتستخدم مع نادي، معناتها حاجه اصبحت حاجه من الماضي، فسخت بالحق، راه فسخت معناتها سنوات من خلينا نقولوا من 98 ولا من 99 الجو بالاسم هذاك كان عنده أسامي أخرى، لكن كان تحت نفس المنصة، كان تحت نفس الشركة والاسم ذاك، لكن طوى طيب معناتها الشركة ذاك أوفيت اتنحت للأسف. الناس اللي تحب الاسم ذاك واللي تعودت على الاسم ذاك، شكون منا معناتها، شكون منا ما يذكرش معناتها فيفا في البلاي ستيشن، معناتها أول ما بلاي ستيشن نحكي معناتها بون لازم يفسخوا الاسم، راهو موسم، لكن ما لازموش يفسخوا الذكريات والنوميريز تاع الناس اللي لعبتها بالاسم هذاك. نقولوا خاصه نقولوا الجيل الذهبي، معناتها جيل التسعينات اللي لعبوا الالعاب هذوكم الكل. معناتها هذه حاجه معناتها سابقه، معناتها تتسمى ولا سابقه؟ يمكن خبر شويه للناس اللي يعشقوا الفيفا، خاصه يمكن الاسم باش يقلقهم الاول، خاصه الناس اللي تستريمي ولا مثلا الانفلونسور الكبار، يعني ينجم معناتها الاسم هذا يقلقهم، خاطر كما قلت انت ذكريات كبيره عاشوهم على الاسم هذاك، ذكريات يمكن فما معناتها نذكر فما اللي يسمعوا فينا مع تجيل الثمانينات التسعينات، نذكروا معناتها اللي فما مقسومين ما بين البرو ما بين الفيفا، معناتها والفيفا توا هي راهي مازالت مقسومه، هي مقسومه ديجا، اما نصور يمكن الجمهور نتاع البرو اكثر. الكيكه ما نعرفوش، ينجم يكون يحب برو، يمكن انا في تونس توا تقلبت الامور، ولات الفيفا اكثر يمكن مع البلاي ستيشن 3. تعرف انت نقولوا الدومين نتاعها نتاع الاسبورت اللي توا دخلت فيه البرو، الفيفا مقبل في الدومين هذا، يعني ديجا عندها كوميونيتي كبيره تلعب الايسبورت نتاعها. كنت البرو ما كانتش عاتيه معناتها كيما القيمه اللي كانت عاتيه للفيفا للايسبورت نتاعها، خاصه اللي نشوفوا في بطولات عالميه، يعني نشوفوا في منطقه كاس العالم في الحقيقه، زاد نلقاو كاس العالم يعني في الجو نتاع الفيفا، يعني نفهموا لي جو عاتيه نقولوا بروجي مسطر للحكايه هذيا، لكن البرو ما كانتش عندها البروجرام هذايا، لكن توا دينا شوف يمكن انت يمكن معناتها براتيكمون انتهيت بشويه بشويه من عام 2011 البرو 2011 يعطيك الصحه، من وقتها بديت معناتها بشويه بشويه نقولوا دونك وقتها الفيفا الفيفا معناتها خذت المشعل، معناتها سواء بالتكنولوجيا معناتها صحيح صحيح. خبر اخر اللي هو نينتندو سويت سبور، اللي يمكن برشا ناس ما في بالهاش بالمعلومه هذيا، اللي قاعد ينجح يوم من بعد يوم، خلينا نقولوا اللي النينتندو سويت سبور مازال اكثر لعبه مبيعه في بريطانيا للاسبوع الثالث على التوالي. نحكيو على دوله كيما بريطانيا، دوله كبيره على الاخر، عندها باز نتاع كوميونيتي جيمنج كبيره، نلقاو جو اللي هي نينتندو سويت سبور بعد ثلاثه جماعات، معناتها من صدور اللعبه مازالت هي الاولانيه. الجو خرجتها نينتندو بيان سور، الشركه نينتندو خرجت في 29 افريل 2020 تتلعب وحدك وانا مع صحابك، وخصيصا للناس نتاع نينتندو، يعني بلاتفورم واحد بركة ينجم يربح للبلاتفورم تاع بي سي ولي كونسول بفضل الجو واحدة بركة اللي هي نينتندو سويت سبور. الكونسيبت نتاع الجو هذايا معناتها تلعب كوليكتيف مع صحابك، تلقى لي سبور الكل، استعملوا لي كاركتير الانيمي على الاخر كيما معناتها فورتنايت، كيما الانيمي نتاع الالعاب الاسيوية،
تعملوها في الجو هذايا اللي خلى السيري ينجح ويخلي برشا ناس تشري فيها، خاصة اللي اللغة الجابونية نلقاها في وسط معناتها اللعبة معناتها أساسية وتنجم تبدل بها في اللون، ونلقاها حتى الصغار ينجم يلعبوها معناتها فرتين من 8 7 سنين تنجم تلعب بالجو هذايا اللي خلت الناس خنقولوا تهبط عليها بقوة كبيرة معناتها اللي خلاها ثلاثة جمعات تسيطر على المبيعات نتاع بريطانيا الكل. يعني ننفحوا اللي نلقاو جو تاع نينتندو قاعدة تو تكتسح السوق، معناتها نقولوا اللي نينتندو مازال موجود في سوق الألعاب الإلكترونية، مازال عنده ألعاب ينجموا يدافعوا عليه ويخليه معناتها في التوب. بخلاف هذيك ثم حاجة يمكن حاجة بتضحك برشا ناس اللي هي التتريس، الناس كنا تفكروا التتريس. التتريس. ما لعبتش بالتتريس ولا جرب التتريس. التتريس اليوم هي أول لعبة تم لعبها في الفضاء الخارجي. بمعنى. التتريس استعملوها وجربوها لعبوا بها هذيك، بيان سور أنت تعرف أنت في الفضاء وحاجة إنجاز صحيح. الكونسول هذا خنقولوا قديمة برشا. لكنها دخلت التاريخ ورجعت لنا مع التتريس والجيم بوي من اول العاب اللي تلعب لنا في الفضاء الخارجي، حاجه تفرح الناس اللي تلعب. معناتها فما رواد فضاء معناتها في رحله من الرحلات يلعبوا في التتريس. مازالوا فرمون مبكين على التسعينات دونك لازم معاهم تتريس. يمكن هي خاطر تنجم. للالعاب الالكترونيه اللي هي خاطرها زاده ما تتربط بحد شيء معناتها اباري وحدها. بيليات تلعب على روحك هذاك عليه يمكن تهلا على الاخر. رواد فضائيين نلقوها معناتها حاجه تاعها على الاخر باش يلعبوا بها. فما حاجه اخرى اللي هي ريميك نتاع ذا لاست اوف اس اللي باش يخرج لنا في اخر 2022 نجي حكينا عليها معناتها حكينا على الانجازات الكبيره نتاعها على معناتها النمبر تاع لي كوبي اللي تباع لها عدد معناتها الناس اللي قاعده تطلع فيها. اليوم الشركه خرجت لنا معناتها الخبر نتاع ريميك نتاع ذا لاست اوف اس اللي باش يخرج في 2022 لكن للاسف الناس اللي كانت تتصور معناتها في الاعلان الرسمي نتاع الشركه تخرج اللي تقول لنا راهي هذيك كانت اشاعه معناتها الناس اللي قاعده تستنى في الريميك نتاع ذا لاست اوف اس في اخر 2022 للاسف راهي ماهيش باش تكون موجوده خاطر كانت اشاعه من عند خلقوا رومرز ما همش تابعين الشركه الام نتاع اللعبه. اخيرا نجم نقولوا اخيرا اخر اخبار نقول لكم اللعبه معناتها اللي يمكن برشا الناس تعرفها ولعبناها والا سمعنا بها في الانترنت اللي هي لعبة بوردرلاند 3. لعبة بوردرلاند 3 تلقاوها فري على الإيبك جيمز، لعبة سومها تقريبا 59 دولار و 99 تلقاوها جراتويت لازم تشتريوها اليوم البارح واليوم وتوفى الأوفر معناتها كان عندك كونت في الإيبك جيمز برا امشي تشتريها قبل ما توفى جوست ألوتيها أنت في البيبليوتيك نتاعك ومن بعد لازم تشتريها في أي وقت. جو طيارة على الآخر ديجا حكينا عليها، حكينا على الجيم بلاي نتاعها وحكينا اللي هي ديجا في التوب 10 نتاع تيم سيلز وحكينا الارقام معناتها برشا معناتها ينجموا يتيليشارجيوها العباد اليوم خاطرها جراتوي. صحيح تنجم انت حتى ما تيليشارجيها ترى اسامه تمشي للشوب نتاعها تلقاها جراتوي تعمل اجوتي معناتها للكونت نتاعك باش تنجم تيليشارجي غدوه ولا شهر الجاي وقت ما تحب معناتها تلعب الملتي بلاير مود تنجم تلعب السنجل بلاير نتاعها. جو طيارة على الاخر جرافيك مزيان جيم بلاي مختلف على الالعاب الاخرين عندها ديث ماتش معين خلينا نقولوا تنجم تلعب مع صحابك اللي يمكن يحبوا العاب كيما هكايا لكن ما لقاوش كيما علي ترابلسي تقصد في علي ترابلسي انت والله انا ما قلت شيء انا قصدت انا ناكدها لك انا ناكدها لك محمد مؤكده معناتها مؤكده لا مؤكده بعث انا بعث لك الليان اخبار يوفا يبعث لي بربي يبعث لي الليان نكمل انا بعث لك الليان لازم تحكي لي شارجي وتلعبها خاصه كي تنزل تلعبها مع اصحابك برشا امبيونس برشا جو خلينا نقولوا الالعاب هذوما بداوا يركزوا على كي يرموا الجو نتاعهم نهار ولا نهارين بليش باش يقويوا الكوميونيتي نتاعهم باش من بعد كي ترجع بالفلوس او ك الناس اللي شروها بليش ولا اللي خذوها بليش يخليوا الناس اخرين تدخلوا تشري الجو هذايا تمشي قاعدين نشوف فيه من برشا شركات شركات عالميه شركات معروفه وخاصه دي جو معروفين على الاخر وبوردرلاند 3 معروفه وعندها كوميونيتي كبيره على الاخر يعني الجو بالحق حنقولوا عندها قيمه في السوق العالميه كما حكينا البارح على ارقام خياليه ما تقعد تحقق فيهم في كل عام يعني بالحق حاجه باهيه على الاخر نشوفوا العاب كي جرافي نجموا كي شارجيو الحاجه الباهيه اللي نحن مستنفعين خاصه الجيمر التونسي او كديما نجيب لكم معلومات كان تحب تلعب جرافي وتربح 60 دولار اسمع محمد امين العياري كل يوم في الوقت هذا مع 7:15 يعطيك الصحه بارك الله فيك محمد امين العياري بوي كانت ان شاء الله ترجعنا ان شاء الله نهار الاثنين هذه كانت جيم تايم جيم
تايم. من دامينو محمد امين العياري باش نمشيو المعز الخياتي شويه اخر في اخر اخبار التكنولوجيا والحلقه نتاع اليوم الحلقه الثالثه هذه اللي حكى فيها معز وصلت الاضواء على اخر اخبار التكنولوجيا الخاصه بمونديال قطر 2022. دونك اليوم تلقاو الحلقه